بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم أيها السادة المستمعون الكرام في هذا اليوم الكريم والميمون والمبارك على أثير الراديو 99 في برنامجكم حامل المسك. طبعا الحلقة اللي فاتت كنا استضفنا اثنين من السادة القراء الكرام من المواهب الشابة في تلاوة الكتاب الكريم التي تدل على أن أرض الكنانة مصر ستبقى بفضل الله تعالى إلى يوم القيامة مبدعة ومنتجة للمواهب، وستظل تمد البشرية بالعمالقة في تلاوة القرآن العظيم وفي هذا الميدان الكريم. النهاردة أنا لي الشرف أن أنا أكمل مسيرة الكلام مع حضراتكم. بنحب كده أحيانا أن احنا نخلي حلقة فيها بعض الضيوف وكام حلقة كده أتكلم مع حضراتكم بحيث يبقى فيه تنويع ولا يمل الكلام، وأرجو في كل الأحوال أن أوفق في تقديم ما يمتع ويفيد وينور الطريق لحضراتكم، لأن هذه المهمة السامية التي أتشرف أن ألقى الله تعالى بها. كمان أنا النهاردة يشرفني إذا كان حضراتكم تشرفونا بأي مداخلات على 2-18-10-866 اتصالات حضراتكم 2-18-10-866 أو رسائل الاس ام اس على 1-90-9. السادة المستمعون، أنا النهاردة يعني ليا شرف الإكمال في الكلام مع حضراتكم، والخيط اللي احنا ماسكينه بنتكلم فيه هو الأعمدة والمرتكزات التي صنعت وبلورت وأنضجت وشيدت شخصية الإنسان المصري عبر التاريخ. وإحنا قلنا كتير إنه المكان الذي خلقنا الله فيه له دخل كبير في صناعة هذه الشخصية، وده شرحناه في أكتر من حلقة ولا أظن أنني محتاج أن أنا أعيده مرة ثانية. وإحنا قلنا خلال الحلقات اللي فاتت أنه في بعد بحث طويل وتأمل من الفقير في مكونات شخصية الإنسان المصري، هناك أزمات وهناك إشكاليات وهناك بعض التراجع في منظومة القيم والأخلاقيات العامة، في متغيرات بتطرأ على الشخصية الوطنية المصرية، وليس فقط على الشخصية الوطنية المصرية بل على الهويات الموجودة في سائر العالم. يعني الهوية الفرنسية والهوية الإنجليزية بينهما صراع كبير، الهوية الأمريكية هي التي تكتسح في الطريق، كيف يحافظ الصينيون على خصوصية الهوية الصينية حتى جاءت فترات يعتبرون فيها أنه أفلام ديزني لاند توم أند جيري القط والفار بقوا يعتبروها أنها عمل عدائي يحضرون نشره في التلفزيون الصيني ويبدعون شيئا مقابلا يحافظ على هوية الطفل الصيني لأنه شايفين ده اختراق أمريكي مثلا. إلى هذه الدرجة تبلغ الحساسية بين الشعوب والأمم والدول في الحفاظ على هويتها في ظل حالة الانفتاح الجارفة والغامرة والمنهمرة التي تغمر كوكب الأرض في هذا الزمان العجيب الذي نعيش فيه. كل دولة وكل أمة وكل شعب، خصوصا البلاد والشعوب العريقة في الحضارة، العراق بلد عريق في الحضارة له تاريخ من قبل الميلاد بألوف السنوات، أرض الشام كذلك، أرض مصر الأعرق والأقدم والأكبر إبداعا، الصين لها تاريخ عريق ومشرف في الحضارة، الهنود كذلك. في أماكن كده على وجه الأرض، ويمكن حضراتكم فاكرين الرئيس الأمريكي بايدن لما جه في مؤتمر المناخ قال إنه من هذا البلد اللي هو الأقدم والأعرق وأنه فعلا أم الدنيا وأنه حيث أبدعت البشرية الهرم الأكبر. إذن القضية يا أحبابنا إنه كل دولة من الدول أو شعب من الشعوب، خصوصا زي ما بنقول الشعوب العريقة في الحضارة، عندها يعني اهتمام كبير بالحفاظ على هويتها ومكوناتها الخاصة دون أن يكون هناك انغلاق عن العالم. يعني لا احنا عاوزين ننفتح على العالم بحيث نذوب فيه ونفقد هويتنا، ولا احنا في المقابل ننغلق ونتجمد ونتحجر والعالم حوالينا بيجري ويتطور. احنا عايزين نبني الجسور ونحسن الأخذ والعطاء ونحسن الإفادة والاستفادة ونحسن الإبحار في الأمواج المتلاطمة التي تحيط بنا في العالم على المستوى الفلسفي والفكري والعقائدي والمالي والسياسي والاقتصادي والتكنولوجي. العالم حولنا يعني بيضرب في الخلاط إن صح التعبير في كل لحظة.
المدارس الفلسفية، نظم التعليم، الإعلام والوسائط الرقمية والعالم السوشيال ميديا والعلوم الكونية والفيزياء والتقلبات الاقتصادية والسياسية والأزمة الروسية الأوكرانية، العالم من حولنا يعني يموج على مستوى اللحظة. كل دولة وكل شعب عريق يقف في هذا المعترك وفي هذه الأعاصير يريد بكل ما يملك أن يحافظ ويلملم ويثبت الأعمدة التي تحافظ على يعني هويته التاريخية، وفي نفس الوقت دون أن يمثل هذا ذوبان وضياع في العالم من حولنا. الهنود على سبيل المثال عندهم مجالات فيها سبق كبير في صناعة التكنولوجيا وفي غزو الفضاء وفي صناعات الدواء، في ميادين كده الهنود يسجلون فيها تقدم كبير، ولهم وضع تكنولوجي واقتصادي بيتقدم بالتدريج. الهند، أنا تشرفت بزيارة الهند عدة مرات وشفت هذا البلد ونزلت فيه في الجنوب وفي الوسط في العاصمة نيودلهي وفي الشمال، يعني شفت الهند بصورة جيدة، ولا يمكن لأحد أن يدعي الإحاطة بالهند لأنها قارة، شبه قارة كاملة من حيث الضخامة العدد، هي جزء من قارة آسيا لكن شبه قارة من حيث ضخامة العدد والعراقة، عالم مستقل. يعني الهند يبلغ تعداد سكانها 1.2 مليار إنسان، الكلام ده كان في آخر مرة زرت فيها الهند قبل نحو 5 سنين أو أكثر على الأقل، كانت 1.2 مليار، تلاقيهم دلوقتي بقوا 1.3 مليار. الهند على سبيل المثال حريصة أن تواكب العالم على المستوى الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي وتشارك العالم، وفي نفس الوقت شديدة الحرص على أن تظل محتفظة بالهوية الهندية، المكونات ومفردات الثقافة الهندية، اللغة الهندية على سبيل المثال حريصون على تثبيتها ونشرها، الصاري الهندي، اللبس المميز للهنود، مفردات الثقافة الهندية بيحابوا عليها وبيحافظوا عليها، وفي نفس الوقت عايز يجري مع العالم بأقصى سرعة. أنا أحترم كل هذه النماذج التي عندها وعي عميق بعمق مكوناتها وعراقتها واعتزاز بمكانها، زي مصر، زي الهند، زي الصين، زي ألمانيا مثلا، بلد عريق وبلد صناعي ضخم ودمر عدة مرات ومع ذلك ينبعث من تحت الرماد مرة أخرى، يعني شعب عظيم، الألمان شعب عظيم وصانع للحضارة، يعني لسه مدمر في الحرب العالمية من 70 سنة، ومع ذلك عادت بعد سنوات قليلة أن تكون الدولة الأولى صناعيا في أوروبا إلى اليوم. كانوا يقولوا كده أنه في مراكز كبرى في أوروبا، الصناعة ما زالت قلعة الصناعة هي ألمانيا، الثقافة تطلب من روما، الحقوق وعلوم القانون تطلب من باريس، وما أشبه، يعني في توزيع كده معروفة للقارة الأوروبية. إيه اللي خلاني أدخل في هذا الكلام؟ إيه اللي خلاني أدخل في هذا الكلام؟ إن أنا بقول لحضراتكم إن إحنا كمصريين نعيش في عالم شديد التغير، شديد التطور، يعني في على مدار الثانية تلاقي العالم حواليك بدأ يختلف وتغير، قد يمثل هذا يعني عدوان حاد وكبير على منظومة القيم وعلى منظومة الأخلاقيات. وحضراتكم تفتكروا كويس زمان في حلقة من الحلقات قبل فترة طويلة قلت لكم إنه أستاذنا الكبير محمد شفيق غربال، أستاذ وشيخ المؤرخين المصريين، في رحلته إلى لندن إلى ليفربول على وجه الخصوص سنة 1914 بيحضر الماجستير، حينما تتلمذ لمؤرخ الحضارات الأكبر أرنولد تويمبي، كان أستاذه تويمبي يقول له إن الحضارات لا تموت قتلا لكن تموت انتحارا، وتنتحر الحضارة من الحضارات إذا تفككت منها منظومة قيمها المركزية. يعني لكل أمة منظومة من القيم والمعاني، الأمريكان عندهم عدة قيم يجعلونها القيم الأم المكونة للدستور الأمريكي والتي أسسها الآباء المؤسسون لأمريكا، الرئيس جورج واشنطن وعدد من الرؤساء بعده، المؤسسون الأوائل لأمريكا استقروا على 4-5 قيم هي التي تصنع مسيرة أمريكا، وعلى غرارها ينسج الدستور وعلى غرارها تصاغ القوانين وتنسج سياسات الولايات المتحدة. بس في اختيار من الأمريكان لثلاث أربع قيم معينة، معاني معينة، اختيارات معينة، زي الثورة الفرنسية اختارت ثلاث أربع كلمات، زي الصين لها ثلاث أربع. الخلاصة يا أحبابنا الكرام إن إحنا كمصريين أعرق من كل هؤلاء في تاريخ الحضارة، إبداعنا في الحضارة أكبر من كل هؤلاء، يقف هؤلاء جميعا أمام ما حفره الإنسان المصري في ميدان الحضارة، وده مش معناه تغني بالتاريخ، ده تلهف
وهم عظيم لصناعة المستقبل على ضوء ما كان في الماضي. مش معناه ان احنا نقعد نقول كنا كويسين والدنيا من حوالينا، العالم من حوالينا بيتغير ويختلف، مش كده أبدا. ده يبقى إنسان مدمر اللي يفضل يتغنى بأمجاد الماضي ويدمر حاضره ومستقبله. لكن احنا عايزين نقول على ضوء المستوى الرفيع الذي أدينا به كمصريين في التاريخ، نريد أن نعيد إنتاج وتوليد وصناعة الحضارة وصناعة المستقبل الذي يمكن، بل مش يمكن، لا يمكن أصلا أن يصنع المستقبل إلا إذا بدأنا نسج خيوطه في الحاضر على ضوء عصارة التجربة العريقة التي كانت في الماضي. اسمحوا لي نكمل الكلام ولكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا ورجعنا لحضراتكم، وبفكر للسادة المستمعين الكرام ان احنا نسعد ونتشرف بتلقي اتصالاتكم على الارقام الاتية 2-18-10-866 2-18-10-866 او رسائل المسج SMS على 199-9. كنا بنتكلم قبل الفاصل ايها المستمع الكريم على انه كل بلد خصوصا من البلاد ذات القدم والعراقة في الحضارة بتحاول تحافظ على توازن صعب جدا ويمثل تحدي كبير وخطير، ألا وهو كيف نحافظ على مفردات الهوية الوطنية حتى لا تذوب وحتى لا تتصحر وحتى لا تنجرف وحتى لا تبهت مع مرور الأيام فتنشأ أجيال متحيرة فاقدة الهوية تائهة بين أمواج الأفكار في العالم. ده من ناحية. من ناحية أخرى إزاي الحفاظ على الهوية ما يخليناش نغرق، ما يخليناش نتجمد ونتحجر ونتكلس وننغلق ونقفل على نفسنا والعالم من حولنا يطلع يجري ويتطور ويختلف. إما أن احنا عايزين نحافظ على الهوية يبقى هنقفل على نفسنا، أو أن احنا عايزين نلحق بالعالم يبقى هننفتح على العالم ونغرق، وحينئذ ستغمرنا أمواج يعني كثير منها جدا في منتهى الأهمية وكثير منها جدا في منتهى الخطورة وفي منتهى المكر والخبث والالتفاف على الوعي ومحاولة أن ينسى الإنسان ذاكرته التاريخية وهويته. وبعد كده هتلاقوا حضراتكم يعني أمواج بعضها ممنهج وبعضها موجه يريد طمس الهوية الوطنية لعدد كبير من الشعوب لتصفية مشاكل وأزمات وخلافات تاريخية معقدة. وده شيء يطول الكلام فيه ولا وقت يعني الآن يسمح بتفصيله وضرب أمثلة ونماذج له، لكن الهدف الأكبر من كل هذا إن احنا ننجح في إقامة التوازن بين الحفاظ على الهوية وتثبيت أركانها وإعادة تعميقها في الأجيال اللي جاية، وفي نفس الوقت لا يدفعنا هذا إلى الانعزال عن العالم والانغلاق عنه. كيف نثبت الهوية وكيف نتطور ونتفاعل ونندمج وننسجم مع العالم وننتقي منه ما يفيد ونحذر مما هو هدام من الأفكار أو الفلسفات أو الأمواج الأخلاقية أو التيارات السياسية أو أي ما كان من الصور المكر والتحايل على الوعي وعلى العقول. الكلام اللي أنا بحاول أتشرف بتقديمه لحضراتكم هنا في هذا البرنامج أو اللي أنا كتبته في الكتاب اللي أنا بدور في فلكه معاكم، كتاب الشخصية المصرية خطوات على طريق استعادة الثقة، اللي أنا بعمله فيه محاولة الحفر والتنقيب عن الأعمدة والمرتكزات الرئيسية اللي صنعت شخصية الإنسان المصري، وفي نفس الوقت تبسيط وتقديم هذا المعنى لحضراتكم من خلال هذا البرنامج، وفي نفس الوقت بعد ما نثبت الهوية نطلع نجري بأقصى سرعة في هذا العالم المتلاطم الأمواج ونحسن السباحة بين أمواجها العاتية. كنا قلنا من أعمدة الشخصية المصرية أنه إنسان متدين، تدين يصنع الحضارة، وشرحنا عدة إشكالات تتعلق بهذا الموضوع. قلنا نمرة اتنين أنه إنسان واسع الأفق، وكلمة واسع الأفق دي يا جماعة شرحنا فيها قد ما قدرنا وما زلنا، وقعدنا نشرح ونقول أنه الإنسان المصري يقيم في مكان ربط الله تعالى قلوب الناس به، حكمة كده من عند ربنا. يعني إلى ما قبل 100 سنة من الآن من اختراع الطيران، لما كانت وسائل النقل ما زالت وسائل برية، لم يكن يمكن لإنسان مسلم في القارة الأفريقية بأكملها أن يذهب إلى الحج إلا لازم يمر على مصر. طيب واللي مش بيضطر يجي مصر عشان الحج يضطر يجي لها لسبب آخر وهو الدراسة في الأزهر. فينشأ الطفل المصري وقد رأى أمام عينيه في القاهرة وفي غيرها، رأى أمام عينيه الوجوه
والبشرات المختلفة والأعراق واللغات والسحنات المختلفة لوجوه الناس، وهو يتساءل الناس دي جاية بلدي أنا ليه؟ فيدرك الولد من الصغر من غير ما حد يقول له أنه ينتمي إلى بلد عظيم ألجأ الله الخلق للمجيء إليه. ولما الناس دي بتيجي بيجوا معاهم بأنواع من التجارة والبيع والشراء، فيحصل رواج ويحصل شريان اقتصادي، الناس تعرف تعيش وتفتح به البيوت. ويستوعب الإنسان المصري أنه ينتمي إلى بلد تأوي إليها وتهوي إليها أفئدة الخلائق، فيعيد تشغيل هذا البلد ليكرم به ضيوف هذا البلد. الصنعة دي اللي كانت بتتم على مدى 1300 سنة منذ أن جاء الإسلام إلى قرن مضى لحد ما اخترع الطيران، كانت بتثبت في وعي الإنسان المصري أنه إنسان واسع الأفق، يعني يستوعب الدنيا بأكملها، يعني يفترق كثيرا عن دول أخرى قد تكون جانبية. في دول أخرى كثيرة في أقصى طرف القارة غربا أو جنوبا أو شرقا، يعني في مكان شبه منعزل لا تمر به خطوط التجارة، لا يمر عليه الناس للحج، لا يذهب إليه الناس للتعليم. فالشعب الكريم اللي موجود في هذا البلد يعيش على مقدراته ويسافر والناس تمر عليه بصورة طبيعية، بخلاف بلد مقصود من مختلف أنحاء الدنيا. مصر يا جماعة كان المكان وحده بيصنع في نفسية الإنسان المصري انطباع بأنه يبقى واسع الأفق. انت عارف واسع الأفق دي معناها ايه؟ معناها انك تستحمل الناس، معناها انك ما تبقاش سريع الغضب، معناها انك ما تبقاش منحبس ومنغلق على نفسك وما تبقاش أناني، تبقى واسع الأفق، تبقى رحب الصدر، تبقى طويل البال، تبقى حريص على إكرام الناس. وإذا كنت بتتسع للغرباء الوافدين على أرض مصر، فاتساع الخلق للزوجة اللي عايشة معاك أولى، اتساع الخلق للجار اللي ساكن جنبك، اتساع الأفق للولد اللي بيدرس جنبك في نفس الديسك أو التخت في المدرسة. يبقى اتساع الأفق ده كان بيخلي الإنسان المصري يحسن المعاملة مع كل ضيوف بلده، ويحسن المعاملة مع الناس اللي عايشين معاه في البلد من أهله وجيرانه وأقاربه. وفي نفس الوقت بيخلي الإنسان مش بس واسع الأفق ويخليه يحسن المعاملة، ده يخليه كمان يدرك قيمة ذاته وأنه ينتمي إلى بلد تقصده الخلائق. زي مثلا ما أبناء مكة المكرمة تمتلئ نفوسهم شعورا بعظمة مكانهم وأن مكانهم قبلة الدنيا، وأن العالم بأكمله لازم يجي علشان يؤدي الفريضة الخامسة. قد إيه هذه الحكاية بتصنع أثر عميق في نفس الإنسان يا جماعة. هكذا كانت الظروف الجغرافية والتاريخية تصنع هذا المعنى في نفسية الإنسان المصري. طب على فكرة لما كان الناس بيجوا مصر علشان يمر على مصر قاصدا الحج، فيعيش في أرض مصر كل سنة كام عدة أسابيع لحد ما يتحرك الوفد المصري مع المحمل المصري إلى الحج، يعيش ويأكل ويشرب ويشتري ويرجع بلده بعد الحج، عمال يكلم الناس عن عظمة مصر وعجب شأن مصر، لحد ما ابن خلدون المؤرخ الكبير الرحال العظيم اللي جه مصر وتعين فيها قاضيا ومات في أرضها 804 هجري، كان يقول يكتب في التعريف بسيرته الذاتية، يكتب إنه لما دخل القاهرة ورأى ما فيها من الأواوين والقصور والطرق والمشربيات والمساجد والعمران العظيم، كان يقول إنه شيء لم يرى له مثيل في الدنيا، وأن من لم يرى هذا البلد لم يرى عز الإسلام لعظمة ما رأى من المساجد والمدارس والأبنية، شيء يملأ النفس بهذا المعنى من العظم والعراقة والفخامة وكذا. إذن يا أحباب، طيب اللي مش بيجي لمصر علشان الحج واللي مش بيجي لمصر عشان الأزهر، بيجي لمصر لسبب تاني، أن مصر فيها مسار العائلة المقدسة الذي سارت فيه أقدام سيدتنا مريم العذراء البتول عليها سلام الله، وهي تحمل نبي الله وعبده الكريم ونبيه الكريم سيدنا عيسى عليه صلوات الله. يبقى اللي مش بيجي مصر من المسلمين علشان الحج أو الأزهر، بيجي مصر علشان هو إنسان مسيحي كريم، ومصر في قلبه تحمل معنى عظيم يقرأه في الإنجيل، ويقرأ في الإنجيل مبارك شعبي مصر، وأن مصر مسار العائلة المقدسة، أراد الله أن يربط وجدان المسلمين والمسيحيين وغير ذلك بأرض الكنانة مصر.
حتى اللي ماهوش مسلم ولا مسيحي ولا مهتم بالشأن الديني بيجي مصر علشان التجارة وعلشان يأكل ويشرب ويعيش، زي ما نرى في كل مدن الدلتا في مصر العائلات وناس من أزمان قديمة أقاموا في مصر، من الإيطاليين ومن اليونانيين ومن جاليات أخرى ومن جنسيات أخرى، ينزلون بيننا ضيوف كرام ويعيشوا معانا ونعيش معاهم وتعد سنين وهم عايشين، وقد يولد له أولاد يعيشوا في هذا البلد. إذن يا جماعة، هذا البلد كان يصنع في نفسية أبنائه إن الواحد منهم واسع الأفق. ركزوا معايا قوي قوي في حكاية واسع الأفق دي، وخلينا أقرأ لكم نص مما كتبته في كتاب الشخصية المصرية حول هذا المعنى. كنت بقول: وكما أن مصر قد استقبلت سيدتنا مريم عليها صلوات الله وتسليماته، فقد صدرت وأرسلت مرجعية مسيحية للعمق الأفريقي مما أسهم في تكوين دور مصر المؤثر الذي يجعل إطلالتها على العالم حاضرة ونافذة. قال جمال حمدان: أما الحبشة فكانت قمة الإشعاع الديني لمصر، حيث ارتبطت كلية بالكنيسة المصرية. يبقى مش بس السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى جم لمصر، ده كمان الكنيسة المصرية بقت هي التي لها القيادة الروحية على كنيسة الحبشة وعلى القرن الأفريقي وعلى غالب المسيحيين في العمق الأفريقي. بقول في الكتاب: وقد أضيف عامل آخر ساعد في تثبيت تلك الخاصية وتلك القيم والمعاني في شخصية الإنسان المصري، ألا وهو الأزهر الشريف، حيث كان يأوي إليه الألوف من طلاب العلم من المبعوثين والوافدين والمجاورين من الهنود وبلاد الملايو والشوام والأكراد والأتراك والعراقيين واليمنيين والأفارقة وغيرهم. فإذا بالإنسان المصري قد اعتاد أن يرى على أرض وطنه أجناسا وأعراقا كثيرة جاءت لوطنه العظيم تستمد منه العلم والكرم والعطاء، مما يترك في نفس الإنسان المصري ثقة في وطنه وإدراكا لقيمته، ومما يساعده على تشغيل مرافق هذا الوطن واستخراج خيراته ليقتدر بها على إكرام ضيوفه والقيام بحقهم، مما يجعل الإنسان المصري يجد العيش الكريم لنفسه ويجد ما يفيض به على الوافدين إليه. وكل ذلك يخرج بل يخرج بالإنسان المصري من الكآبة والإحباط واليأس والهوان والضعف والحزن الذي قد يدفعه للإدمان أو الانتحار أو الكفر بالوطن المصري العظيم وشعبه العريق الكريم. قال الدكتور ميلاد حنة في كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية: وتحولت القاهرة لتكون أقوى مقرات الخلافات الثلاث من خلال حركة ثقافية مزدهرة بإنشاء كل من الجامع الأزهر ودار الحكمة، وأصبح الجامع الأزهر منذ تلك الحقبة وإلى الآن مصدر معرفة وفكر وفقه. وأتصور أن هناك تشابها في الزخم الثقافي في هذه الفترة يناظر ما تمتعت به مصر في القرون الأولى للمسيحية، عندما كانت مدرسة اللاهوت بالإسكندرية هي مصدر المعرفة، وكانت مكتبة الإسكندرية هي المرجع لكل ما يكتب، لأنه بنفس الطريقة تحول الأزهر ليكون قبلة العلماء وطلاب العلم والمعرفة في كافة أمور الدين والدنيا من كل الأقطار دون تفرقة في الجنس أو اللغة أو الطبقة. وقدم الأزهر عبر العصور إسهاما حضاريا يرتكز على العقلانية والتوجهات المنطقية المتطورة المتقدمة عما حولها بمقاييس ذلك الزمن. فما بال قوم ينكرون على مصر حقها في أن تفاخر بأنها حمت العقل الإنساني مرتين، حين آوت فلسفة اليونان وحضارته أكثر من 10 قرون، وحمتها مرة أخرى حين آوت الحضارة الإسلامية وحمتها إلى هذا العصر الحديث. واسمحوا لي أن نكمل الكلام ولكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا، ورجعنا لحضراتكم مرة تاني، وما زلنا نبحر في هذه القضية اللي بنحاول بكل ما نملك إن احنا نرسخها بعمق في وجدان الإنسان المصري المعاصر الذي نريد له أن يخرج من ضيق نفسه ومن ضيق أحواله ومن ضيق صدره إلى أفق واسع كبير، وهو أنه إنسان من أهم سمات صناعة شخصيته أنه إنسان واسع الأفق. واسع الأفق يعني جعل الله له في خاطره رحابة واستيعابا واتساعا للناس وللخلق وللشعوب وللحضارات وللثقافات، وبجوار هذا الشعور الكبير من استيعاب الجميع
فإنه يمتلئ اعتدادا وثقة في نفسه، زي ما نقلنا قبل الفاصل من كلام الدكتور ميلاد حنة في كتابه القيم الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، والذي كان أحد المصادر والمراجع التي رجعت إليها في كتابي الشخصية المصرية خطوات على طريق استعادة الثقة. كنا بنتكلم برضو يا جماعة على إنه كل العوامل اللي احنا ذكرناها قبل الفاصل تركت بصمة وآثارا عميقة في نفسية الإنسان المصري، ساعدت في تثبيت منظومة قيمه ومعالم شخصيته، وجعلته إنسانا كريما قويا صانعا للعمران رفيقا بالإنسان قادرا على اختراق همومه وتجاوزها. العبقري الكبير المبدع جمال حمدان في كتابه الشخصية مصر دراسة في عبقرية المكان، كان كتب فكرة كده لطيفة بيتكلم فيها على حاجة بيسميها الأبعاد الأربعة لمصر. الأبعاد الأربعة دي يا جماعة نظرية، ممكن أن تكون فكر سياسي، فكر استراتيجي، فكر تحليلي نفسي، مزيج كده من التأمل الفريد الذي يرصد فيه جمال حمدان مستويات وأبعاد تتحرك فيها مصر، وده كله متراكم وموجود بعمق في وعي الإنسان المصري، ومش محتاج حد يقعد يشرحهوله لا في الكتاب ولا في سنة أولى ابتدائي ولا في الجامعة، لأنه دي حاجة بنعيشها بنتكون عليها بندركها من غير ما حد يقولها لنا. بيتكلم جمال حمدان على حاجة اسمها الأبعاد الأربعة، وبيقول إنه مصر هي نقطة الالتقاء والارتكاز بين الأبعاد الأربعة. ففي بعد يسميه البعد الأسيوي والأفريقي على مستوى القارات، والبعد النيلي والمتوسطي على المستوى الإقليمي، ولكل بعد منها إسهامه في تكوين الشخصية المصرية وتوازنات التفاعل المتطور بينها جميعا، حتى نشأ ما يسمى بدائرة الحلقة السعيدة، وهي تلك الحلقة من الأراضي الخصيبة التي تحيط بالجزيرة العربية، وكانت مصر تدخل في هذه الدائرة عن طريق شريط سيناء الشمالي من ناحية ووادي الحمامات من ناحية أخرى، وكانت تلك دائرة كاملة تجري فيها تيارات التاريخ والحياة بلا انقطاع كالدائرة الكهربية المغلقة، وكانت مصر قطبا أساسيا من أقطاب هذه الدائرة، ولهذا كانت تقف على بوابة أفريقيا وتنظر إلى نافذة آسيا. فيه البعد الأسيوي اللي احنا بنتصل به من خلال شبه جزيرة سيناء، لأنها متصلة كامتداد جغرافي وكيابسة وأرض ما زالت متصلة بسيناء بقارة آسيا، فشبه جزيرة سيناء هذه القطعة العزيزة من أرض مصر متصلة جغرافيا وطبيعيا بأراضي سيناء، تعتبر قطعة مكملة لقارة آسيا، وفي نفس الوقت هي جزء من مصر التي هي جزء من قارة أفريقيا، ولذلك كانوا بيسموا مصر من مجموعة الدول اللي مش كتير في العالم العابرة للقارات، يعني دولة بيقع جزء منها في قارة ويقع جزء منها في قارة أخرى. مصر غالب الأراضي المصرية تقع في قارة أفريقيا، ومنها جزء يقع متصلا اتصال باليابسة والأرض بآسيا، وهو شبه جزيرة سيناء، وتحيط الحدود المصرية بهذه القطعة من الأرض المكونة من جزء من آسيا وجزء من أفريقيا. يبقى احنا متصلين بالبعد الأسيوي من ناحية، ومتصلين بالبعد الأفريقي من ناحية أخرى، ومتصلين بدول حوض النيل من ناحية ثالثة، ومتصلين بدول حوض البحر الأبيض المتوسط من دائرة أخرى. نحن نؤثر ونتأثر بالبعد الأسيوي، نؤثر ونتأثر في البعد الأفريقي، نؤثر ونتأثر ببعد دول النيل، نؤثر ونتأثر بدول حوض البحر المتوسط. ده معناه إيه يا جماعة؟ معناه إنه الإنسان المصري القادر على أن يبحر بين أمواج تلك الشعوب والقارات والتقاطعات والتفاعلات السياسية، معناها أنه إنسان واسع الأفق. واسع الأفق دي يعني أنت عايز تقول إيه من الآخر يا فضيلة الشيخ؟ يمكن سيادتك بتسأل كده أيها المستمع الكريم. عايز أقول لسيادتك إنه سيدنا النبي بيقول إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يعني يا أيها الإنسان المصري، أنت علشان تبقى مصري عبر التاريخ، أحد أهم مكوناتك كإنسان مصري أنك واسع الأفق، يعني حليم، يعني مستوعب للناس، يعني في نفس الوقت معتد بذاتك وبنفسك. واسع الأفق دي معناها أنه ما تخليش غضبك يغلبك ويجعلك تسيء التصرف مع الناس، معناها أنك تعامل زوجتك بالمعروف، معناها أنك أنت تعامل جيرانك بالحسنى، معناها أنك أنت تعامل زملائك في العمل،
معناها أنك أنت تكرم جيران مصر وضيوف مصر، معناها أنك أنت تتسع للإنس والجن، للدنيا والآخرة، للملأ الأعلى والأدنى. يبقى إذن بدأت تتكون قيمة من القيم العليا، من قيم الإسلام ومن مكونات الشخصية المصرية، وهي قيمة السعة اللي سيدنا النبي بيقول فيها كما ذكرنا في الحديث: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. كام واحد من حضراتكم بيدخل البيت منغلق ومنقبض وقافل ومش عايز يتبسم ولا ينفتح للناس؟ نعم، قد يكون استنفد طاقته طوال اليوم وراجع في آخر اليوم وقد نضبت طاقته تماما، استهلك مع الناس وبيشتغل شغلانة والتانية وراجع منهك تماما. بس على فكرة طبيعة الدنيا كده، طبيعة الحياة كده، لازم تجعل هناك قدر من بسط الوجه تدخل به على أهل بيتك. هم إذا بهم إن هم قاعدين في البيت وانت بتتعب بره، كتر خيرك طبعا، وفوق راسنا من فوق ده مقدر، والزوجة ينبغي أن تقدره الأولاد، بس زي ما هم ينبغي أن يقدروا تعبك أنت لازم تقدر أن دول لهم حق أن تدخل عليهم بوجه مفروض، ما تبقاش غاضب ومنفعل وثائر وضيق الخلق وتشتمهم وتسيء إليهم وتبقى داخل شبه منفجر ومش قادر تتكلم ومش طايق تتكلم، وأي حد يتكلم معك تنفجر فيه فتتقفل الخيوط التي يمكن للأسرة أنها تتكلم فيها، ويبقى الأولاد من طريق وانت من طريق، محدش يعرف يقعد يتكلم مع التاني بهذه الطريقة. طبعا المرجو من هذا الكلام انه يتنزل ويتجلى على قلوب السادة المستمعين كريما الكرام جميعا بلمحة كده من السعة، بلمحة من الحلم، بلمحة من اللطف، من الخلق الكريم، من مدافعة الغضب، من كظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الله يحب المحسنين، من الاتساع للناس، من التغلب على الغضب، من التغلب على الإرهاق، من إكرام الخلق علشان ربنا يكرمك، من حسن معاملة الزوجة والأهل والجيران، من إنه الإنسان ما يبقاش سريع الغضب، ضيق الصدر، ضيق الخلق، كأن يعني صدره حرج كأنه يصعد في السماء كما أشارت الآية الكريمة. المرجو من الإنسان المصري إنه يرجع مرة تانية كده قادر على أن يستوعب العالم وينفتح على العالم ويتفاعل مع العالم وينتقي من ثقافة العالم ما ينفعه ويفيده، ويحافظ على ثقته بنفسه وعلى اعتداده بتاريخه وبلده وهذا المكان الكريم من أرض الله. المرجو من هذا الكلام إنه أن يساعد الإنسان المصري على الخروج والانسياب مع هذا الوطن الواسع، على امتداد جباله وهضابه وصحاريه وقطاعاته وخبراته وثرواته ومؤسساته وتاريخه وموضعه من العالم، بما يكفل للإنسان أن ينتشل نفسه من الانزلاق إلى حالة الانغلاق على الذات، وأن يفتح له آفاق لم تكن تخطر له على بال. ندعو الله تعالى أن يجعل هذا الكلام نورا وسكينة وحلما وأخلاقا نبوية محمدية شريفة تستنير بها القلوب والصدور. وأترككم في أمان الله، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة الجمعة القادمة، لكم مني أطيب التحية وأكمل التقدير، وأترككم في أمان الله.